جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ صالح: الحمد لله رب العالمين، أنا قريبة من الله جدا وأحافظ على جميع الصلوات والحمد لله في أوقاتها، ولكن عندما أبدأ في الصلاة تنتابني بعض الأفكار، أحيانا أفكر في أشياء لا تخطر ببالي إلا حين الصلاة، الأمر الذي يقلقني ويجعلني غير راضي عن صلاتي، وأحيانا أجهر بصلاتي حتى أفهم ما أقول وأخرج عن هذه الأفكار، لكن دون جدوى. أرجو من فضيلتكم النصيحة، أثابكم الله. عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، بحضور قلب ونية الاستعاذة بالله من كيد الشيطان، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به. وعليك أيضا باستحضار عظمة الله عز وجل، لأنك واقفة بين يديه في الصلاة، وهذا يبعد عنك الوساوس والتفكيرات خارج الصلاة. فعليك بمحاولة استحضار القلب في الصلاة، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدبر القرآن الذي تقرأينه في الصلاة، فإن هذا يبعد عنك الشيطان. ولا تيأسي ولا يكون عندك يأس من ذهاب هذه الوساوس بإذن الله. نعم.